فنانة هادئة الملامح والطابع، ذات أداء ناعم وتلقائية كبيرة وموهبة لامعة وتركيز فني كبير، تحب الظهور بشكل جديد ومختلف وتهوى تقديم المفاجآت. قدمت في مسلسل بخط الإيد شخصية جريئة ولفتت بأدائها المتمكن كل الأنظار. بتطلقني غيابي؟ طب يا أخي أعمل حساب للعشرة القرفة اللي عشتها معاك وطلقني في وشي وسمعها لي بودني. والله كنت هفرح قوي، أنا كنت هفرح لو سمعتها بودني زي الكلام اللي يسمى البدن اللي كنت بتسمعه لي ليل بنهار. أوي عملت تفتكر أنا جاية لومك أو عدك؟ والله أبدا، أنا جاية عشان أشكرك. أميرة الدراما إيمان عاصي.